معلوم أن الأسعار تختلف من وقت إلى آخر. معلوم أن الأسعار تختلف من وقت إلى آخر، فهل العبرة في ثمن المسلم فيه وقت العقد أو وقت التسليم؟ وقت العقد، وقت العقد، ولو زاد ثمنه بعد ذلك فهذا من حظ المشتري، من حظ المسلم، أو نقص يكون هذا من حظ المسلم إليه. نعم.